العرض الإخباري الأخير نقدمه لكم مباشرة من الأولى في الرباط. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. المملكة المغربية في خدمة القضية الفلسطينية، والتزام موصول لجلالة الملك رئيس لجنة القدس بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتضامن الفاعل مع الفلسطينيين. بمشاركة دولية وازنة وحضور جماهيري غفير، الملتقى الدولي الأول للموسيقى العسكرية، احتفاليات استعراضية بعدد من مدن المملكة بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد. مرحبا بكم من جديد. الحديث عن القضية الفلسطينية حديث عن عدالة قضية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، هي أيضا حديث عن التزام ثابت وإيمان راسخ في وجدان المغاربة وجهد دبلوماسي جاد وهادف للتوصل إلى حل نهائي ودائم وفق حل الدولتين، وعمل ميداني موصول لفائدة نصرة القضية الفلسطينية. موقف ثابت للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، عنوانه أيضا تضامن فاعل ودعم موصول. في مواكبتنا للذكرى 25 لعيد العرش المجيد نتابع تقرير فرح سعف ويوسف مزياني. قضية القدس أمانة في عاتقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى. وضع المغرب القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية، ولم يأل جهداً في الدفاع عنها سواء على الصعيد العربي أو على مستوى المنتظم الدولي. وعلى امتداد مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، انتصبت المملكة دائماً منافحة شرسة ومدافعة مقبلة غير مدبرة عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا الدعم بالتأكيد وتنوع بين دعم سياسي لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال دعمها في كل المحافل الدولية. كان المغرب دور بارز في دعم فلسطين من أجل أخذ عضوية كاملة في الأمم المتحدة. أيضا المغرب لعب دورا بارزا في ضم دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى الإنتربول وإلى العديد من المنظمات الدولية. إننا نثمن جدا ما يقوم فيه صاحب الجلالة بخصوص القضية الفلسطينية، وبما أنه رئيس لجنة القدس فهو لا يقصر بتاتا بأن يرفع من قضية القدس بأنها القضية العادلة، ويجب على القدس أن تكون عاصمة، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين القادمة. الدعم الملكي للقضية الفلسطينية لم تترجمه فقط مواقف المغرب في كل المحطات التي شهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل امتد إلى العمل الميداني من خلال لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس الشريف التي عملت منذ إحداثها على التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الطابع العربي الإسلامي للقدس. هذا الصندوق كان له دورا فاعلا وله أثر حتى على حياة المقدسيين، ليس فقط الحفاظ على الأماكن المقدسة بشكل أو بآخر، وإنما على إسناد المقدسيين. وكالة بيت مال القدس الشريف من هذا الدور مستمرة في دعم الناس على الأرض من خلال مشاريع ملموسة بغض النظر عن حجمها المالي، ولكنها مشاريع يعود أثرها المباشر على حياة الناس في حياتهم اليومية. لم يقتصر الدعم الملكي للقضية الفلسطينية على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل تجسد أيضاً من خلال اتخاذ مجموعة من المبادرات وإقامة العديد من المشاريع والبرامج التي سهرت على تنفيذها وكالة بيت مال القدس الشريف بهدف تعزيز الصمود الفلسطيني في المدينة المقدسة والحفاظ على تراثها الحضاري والديني والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تهجير أهلها.
هنالك حضورا للمغرب في القدس وحضورا فاعلا، حضور تاريخي عريق، وأتت مؤسسة بيت مال القدس لكي تجسد هذا الحضور بشكل فعلي وعملي من خلال دعم المقدسيين. وحقيقة المقدسيون جميعا وكل أبناء فلسطين في الضفة وفي غزة هم أوفياء لرسالة هذه المؤسسة. ويعتبر المغرب أكبر دولة مساهمة في مالية وكالة بيت مال القدس الشريف، كما أنه يعد المساهم الرئيس في الفئة الخاصة بالدول منذ 11 و2000. ورغم محدودية الدعم المالي للوكالة، إلا أنها تمكنت بفضل الدعم المغربي المالي والسياسي من المحافظة على وتيرة إنجاز المشاريع بميزانية تتراوح بين 3.5 مليون دولار و5 ملايين دولار. إحنا نأمل أن ينظر باقي الدول العربية إلى هذه التجربة ويحذو حذوها في خلال من خلال أنه ينشئ العديد من الصناديق، العديد من الوكالات التي تدعم مدينة القدس. ونظرا للأهمية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمغرب، لم تتركز المجهودات الدبلوماسية الملكية على القدس والضفة الغربية فحسب، بل طالت أيضاً قطاع غزة الذي يعيش منذ 8 أشهر حرباً ضروساً وحصاراً مطبقاً استطاع المغرب كسره بفضل تحركات جلالة الملك محمد السادس، ونجح في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين براً في الوقت الذي كانت ترسلها باقي دول العالم جوا. أظن أنه في مأساة غزة ومحنتها، المواقف التي عبر عنها ملك المغرب وملك إسبانيا هي مواقف عادلة مع التاريخ، عادلة مع الكرامة ومع حقوق الإنسان. على الساحة الدولية يعتبر المغرب بصفته بلدا إفريقيا مخاطبا مسموعا ومحترما، ولهذا يجب على المغرب أن يواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني. أنا أعتبرها قضية مصداقية أيضا، لأن المغرب بلد مسموع. الثبات سمة ميزت السياسة الخارجية للمغرب حيال القضية الفلسطينية، ثبات لم تزحزح التطورات التي شهدتها هذه القضية ولا المتغيرات التي تتسارع في منطقة الشرق الأوسط. وبمناسبة تخليد الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، افتتحت القوات المسلحة الملكية بالرباط الملتقى الدولي الأول للموسيقى العسكرية بالرباط. التفاصيل مع فردوس الحرش وعمر أيت عيسى. هنا الرباط، المناسبة الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على عرش أسلافه الميامين. جمهور العاصمة على موعد مع عروض موسيقية أبدعت في أدائها فرق عسكرية وطنية ودولية ضمن فعاليات الملتقى الدولي للموسيقى العسكرية في نسخته الأولى.
حفل الافتتاح عنوانه إبداع تميز وتفاعل من الجمهور، لوحات فنية استعراضية تفانت، فرق موسيقية عسكرية في تقديمها، احتفاء بذكرى وطنية عزيزة على قلوب كل المغاربة، ذكرى عيد العرش المجيد. هاد العروض هادي عجبتني بزاف، والله يخلي لينا ملكنا ويحفظ لينا بلاد ديالنا، تبارك الله عليهم والله العظيم، اللي دوزنا نهار زوين. كيدل على الالتحام الشعب حول الملك ديالو والفرحة ديالو بالبلاد ديالو اللي غادي في تقدم وفي ازدهار. عروض زوين، داكشي زوين، الله ما شاء الله، والله يخلي لنا سيدنا يا رب العالمين. العروض كانوا زوينين، ومناسبة العيد العرش كي كتكون زوينة. القوات المسلحة الملكية، الحرس الملكي، الدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، القوات المساعدة، بنظام وانتظام أبدعت عزفاً وأداءً أتحفت الجمهور الذي حج إلى ساحة البريد بالعاصمة الرباط. وفي الملتقى الدولي للموسيقى العسكرية، احتفاء بعلاقات صداقة وأخوة تربط المملكة المغربية بعدد من الدول، مشاركة وازنة لفرق موسيقية عسكرية من 6 بلدان: إسبانيا، الإمارات العربية المتحدة، السنغال، كوت ديفوار، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. ريبرتوار موسيقي متنوع أبدع من خلاله الحرس الملكي معزوفات مزجت ألحاناً ربطت الماضي بالحاضر. فرقة تلو الأخرى توالت العروض، وكل منها أضفى لمسته الخاصة على هذا الحدث المميز. من إسبانيا أبهرت وحدة الموسيقى التابعة لفوج المشاة الإسبانية الحاضرين بأدائها الدقيق والمنضبط الذي لاقى تفاعلاً ملفتاً من الجمهور. جينا خصيص باش نحضروا لحد الحفل، حفل بهيج. نشكرهم على هالشي، وهالشي كيخلينا نفتخروا بعروقنا المغربية الأصيلة. كل مرة أجمل ما يرام، استعراض مختلف التكنات العسكرية، لا ملقى لا كوت ديفوار ولا السعودية، قاموا بواحد الدور رائع. بين معزوفات مغربية ودولية يبرز الغنى الثقافي للمملكة المغربية. الفرقة الموسيقية للقوات الملكية أبدعت مزيجاً متناغماً. لتتوالى بعدها العروض المبهرة لكل من الفرقة الموسيقية للمملكة العربية السعودية، فرقة كوت ديفوار، وفرقة القوات المساعدة المنطقة الشمالية، ثم الفرقة الموسيقية لفوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية بأداء رائع. وسحر ليلة الافتتاح زاده رونقاً مساهمة الفرق الموسيقية العسكرية للبلدان المدعوة، عروض أثارت حماس الحاضرين، أدتها كل من الفرق الموسيقية للإمارات العربية المتحدة، السنغال، وفرقة الجيش للحرس الوطني 23 لولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. وبين سحر الموسيقى وعزف النوطات وموهبة صقلتها خبرة السنين، تجلى عرض الفرقة الموسيقية العسكرية للدرك الملكي. تلتها الفرقة الموسيقية للمديرية العامة للأمن الوطني التي تقاسمت مع الحضور تراثا موسيقيا غنيا. والختام كان مع سرية الموسيقى البحرية الملكية، واحدة من أبرز الفرق الموسيقية المغربية،
عرض متفرد كان مسك الختام. ورياضيا، أهدر المنتخب الوطني لكرة القدم نقاط المباراة التي جمعته السبت بمنتخب أوكرانيا في أولمبياد باريس بعدما انهزم الأسود في الأنفاس الأخيرة من اللقاء في الوقت الذي ضيع فيه أشبال طارق السكتيوي سيلا كبيرا من المحاولات والفرص. في المتابعة خالد الرغوت. بملعب جيوف روي غيشار بمدينة سانت إتيان الفرنسية، تعثر مفاجئ للمنتخب الوطني الأولمبي المغربي في ثاني مواجهة له ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك بنتيجة هدفين لواحد أمام نظيره الأوكراني الذي كان منتخبا منظما وصلبا، جاء للدفاع عن حظوظه في تأهل للدور الموالي بعد تعثره في مباراته الأولى أمام منتخب العراق. بالمقابل أسود الأطلس دخلوا هذه المواجهة لتأكيد انتصارهم في المباراة الأولى على منتخب الأرجنتين. أشبال المدرب طارق سكيتيوي بادروا منذ البداية لتهديد مرمى المنتخب الأوكراني عن طريق عبد الصمد الززولي لكن بدون نتيجة. خطورة المنتخب الأوكراني بدأت بأول تهديد عن طريق المهاجم ماكسيم خلان، لكن براعة الحارس منير كجوي تنقذ الموقف. الجهات اليمنى شكلت مصدر خطورة المنتخب الوطني الأولمبي ودائما عن طريق انسلالات عبد الصمد الززولي. وضد مجريات هذه المباراة انسلال ومراوغة من طرف اللاعب ماكسيم براهارو الذي يمرر الكرة للمهاجم ديمترو كريسيكيف، هذا الأخير يضع الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في هذه المواجهة. ومن خلال الإعادة نلاحظ خطأ على مستوى دفاع المنتخب الوطني الأولمبي. خطورة المنتخب الأوكراني توصلت مرة أخرى من خلال رأسية المهاجم ماكسيم خلان، لكن الحارس الكجوي ينقذ الموقف من هدف محقق. بعد ذلك هجوم منسق للمنتخب الوطني الأولمبي قاده إلياس بن صغير، لكن الدفاع الأوكراني ينقذ الموقف. الدقيقة 59 انسلال جيد لسفيان رحيمي الذي يعرقل داخل مربع العمليات. حكم المباراة وبعد الالتجاء لتقنية الفار أقر بمشروعية ضربة جزاء وطرد المدافع الأوكراني. ضربة الجزاء حولها إلى هدف المهاجم سفيان رحيمي الذي سجل بمناسبة هدفه الثالث في هذا الأولمبياد. وفي الوقت الذي كان فيه المنتخب الوطني الأولمبي يبحث عن هدف ثاني في هذه المباراة من خلال العديد من المحاولات التي كانت تصطدم من جهة بيقظة الحارس ومن جهة أخرى بالتسرع. خطأ على مستوى التغطية الدفاعية للمنتخب الوطني الأولمبي استغله المهاجم إيور غراسنوبير الذي يتمكن من توقيع هدف قاتل للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع من المباراة. إذن اللقاء ينتهي بفوز المنتخب الأولمبي الأوكراني بهدفين مقابل واحد. إذن بهذه النتيجة أصبحت الصدارة للمنتخب الأرجنتيني الفائز على العراق بثلاثة أهداف مقابل واحد، الصف الثاني منصفة بين المنتخب الوطني الأولمبي والمنتخب الأوكراني والمنتخب العراقي. لتبقى مباريات الجولة الثالثة والأخيرة هي الحاسمة للتعرف على المنتخبين اللذين سيتأهل عن هذه المجموعة. ونسمع الآن لتصريحي طارق السكتيوي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي والعميد أشرف حكيمي. كانت المقابلة صعبة بحكم عوامل كثيرة، فريق الخصم كان عليه أن ينتصر، حنا كان علينا كذلك أن ننتصر. فريق كيلعب بواحد الطريقة جيدة. الشوط الأول بكل صراحة يعني سجلوا من واحد عن طريق واحد الهجمة مرصدة دخلتنا شوية في وقت من الأوقات في الدوت قبل ما أننا كذلك نرجعوا في المقابلة تدريجيا. كنظن هما من بعد تسجيل الهدف في الشوط الأول يعني بداو كيلعبوا بواحد البرودة أكثر، بداو كيكبروا لي ديستونس بين رحيمي وبين الخنوس، لكن في الشوط الثاني كان لنا غيرنا من الطريقه والمشاكل ديال اللاعب، طلعنا يا اما اللاعب العزوزي ولا اللاعب بوكامير الوسط الميدان على حسب فين موجود الكره، زدنا بلو بلوك حتى هو طلعناه، درنا عليهم ضغط اكثر، طلعنا الخنوس كذلك قريب من رحيمي، الشيء اللي جعلنا اننا نبانوا بواحد الطريقه جيده، ومع توالي الدقائق ولينا كندخلوا في المقابله اكثر ولينا اكثر خطوره. وبان فريق المنتخب الوطني بانه كيلعب بواحد الطريقه جيده والهدف جاي. كنا قرابين بزاف من الفوز، للاسف في الاخير تعرضنا لواحد الهدف اللي قاتل. بالنسبه لي كنظن على انه دابا كما قلت اللي وقع كاينه حسره كبيره بكل صراحه كتنتاب الجميع، خصوصا السيناريو كيفاش دازت فيه المقابله، ولكن مازال مقابله اخرى
الحمد لله أنها وقعت لنا الآن، غادي ناخذ الدروس منها. وكاينه مقابله ثالثه الحمد لله ما وقعتناش في الكارد فيني في الكارد فينال ولا في وقت اخر، يعني كاينه مقابله عندنا باش اننا نعوضوا، علينا اننا يعني ننظفوا الذهن باسرع وقت ممكن ونجمعوا الهمم ان شاء الله بالنسبه للمقابله الثالثه باش ننتصروا ونتكلفوا. ليست هناك تفسيرات كثيرة لما جرى، لقد خانتنا التجربة ولقد أضعنا مجموعة من الفرص السانحة للتهديف، وأظن أننا كنا دائما أمام هدف الأوكرانيين في أكثر مناسبة، والقاعدة تقول عندما تهدر المحاولات تتلقى شباكك الهدف من الخصم، وهذا ما وقع لنا. الدراجو المغربي أشرف الدغمي شارك السبت في سباق فردي على الطريق، سباق ضد الساعة لم يصعف البطل المغربي الذي خرج من المنافسة. لنتابع التصريحات التالية. الحمد لله كملت سباق ضد الساعة اللي هو كان في مدار صعيب بصعوبات ما فينش حنا هذا الجو نتاع الشتاء وفصل الشتاء رغم انه فصل الصيف في المغرب، والحمد لله استطعت اكمل السباق. الشكر الكبير ترجع صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره والله اللي دعم الرياضه والرياضيين، وكذلك الجمعيه الملكيه المغربيه سباق الدراجات والكوميتي الاولمبيك اللي تقوم بواحد الدور كبير. الدراجه المغربيه الحمد لله بفضل المواصله ديالها والدعم الكبير ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والدعم ديال لا اللجنه الوطنيه الاولمبيه ولا وزاره التربيه الوطنيه حاضره، المهم حاضره وتتمثل المغرب احسن تمثيل. اشرف الدغمي دار سباق اكثر من رائع بعد دار واحد المجهود بدني كبير، الحمد لله بين لينا على ان اليوم انه ان شاء الله غادي يدير واحد النتيجه ايجابيه في السباق ديال اليوم اللي غادي يكون نهار 3 اوت ان شاء الله. والحمد لله احنا الحضور ديال الدراجه المغربيين الابطال هذا شيء كيفرحنا وكيبشر بالخير الحمد لله، وحنا راضين على النتيجه اللي دار. وفي موضوع آخر، نظم الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الصيفية تحت شعار التكوين النقابي دعامة أساسية لتقوية التنظيم وتعزيز الوعي الجماعي في مواجهة التحديات داخل القطاع. تفاصيل مع حسن زكي ومصطفى ودع. التكوين النقابي دعامة أساسية لتقوية التنظيم وتعزيز الوعي الجماعي في مواجهة التحديات داخل القطاع، شعار التف حوله الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة الصيفية لهذه السنة، وذلك لتدارس مستجدات الملف المطلبي من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين والموظفات. الشعار اللي كنحملو واللي غادي يتم المناقشه ديال المحاور ديالو خلال هذه الجامعه الصيفيه بالنسبه لنا هي محطه تقييميه، محطه تكوينيه، ومحطه كذلك للوقوف على الاوضاع ديال الموظفين والموظفات، كذلك على الوضع التنظيمي ديالنا كاتحاد نقابي الموظفين، الاطار اللي كينسق العمل على مستوى مختلف القطاعات اللي تابعة للوظيفة العمومية والجامعات الترابية. عدة محاور تمت مناقشتها ضمن برنامج هذه الجامعة الصيفية، وتخص بالأساس المطالب النقابية المتضمنة في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل لهذه السنة، من قبيل تحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين وتسوية الملفات العالقة من خلال تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتضمنة في الاتفاقية الاجتماعية السابقة. واحتفاء بالذكرى 25 لعيد العرش المجيد، تم تدشين عدة مشاريع بإقليم سطات، من بين هذه المشاريع طرق إقليمية ومركز للأشخاص بدون مأوى. في المتابعة فتيحة مغار ومحمد شكير. مركز الأشخاص بدون مأوى قار بمدينة البروج يفتح أبوابه في وجه الفئات في وضعية هشاشة، مركب اجتماعي يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويأتي تدشين المركز للإعلان عن شروعه في استقبال الفئات المعوزة.
وهذا المركز هذا الخدمات ديالو هي تتكون خدمات خلال الفترات، يعني تتكون نسميوها حرجة مثلا فترة البرد القارس أو الفترة ديال الشتاء، أو في بعض الحالات اللي تكون واحد الإنسان عابر سبيل هو بدون مأوى وتتواجد في هذه الفترة هذه هنا داخل الإقليم، دونك عنده واحد المكان في واحد المأوى اللي غادي تقدم له فيه أحسن الخدمات يتم الرعاية فيه. وبهدف تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية بإقليم سطات، تم إعطاء الانطلاقة لأشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية، والهدف فك العزلة على مجموعة من الدواوير والجماعات بإقليم سطات. هذا المشروع تيهم ضبط مدينة البروج بالجهة بإقليم ديال الفقيه بن صالح والجهة الأخرى، دونك على طول 17 كيلومتر بواحد التكلفة اللي تقريبا 65 مليون ديال الدرهم. تيهم يعني التوسعة ديال هذا الطريق ل 12 مترو، دونك اللي غتلعب واحد الدور مهم يعني اقتصاديا واجتماعيا. طرق جهوية إقليمية تم تدشينها من أجل تحقيق انسيابية بين إقليم سطات والأقاليم المجاورة. احتفالا بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرش أسلافه الميامين دائما، نظمت جمعية أريج الوصال سهرة فنية سافرت بالحضور إلى عوالم طرب الآلة. التفاصيل. في ليلة ساهرة استمتع الجمهور الحاضر بنفحات تراثية للموسيقى الأندلسية. حفلة إن شاء الله الرحمن الرحيم بمناسبة اختتام الموسم هذا، والرئيس اللي كيشرف على الكرة سي وصال بن عبد الله اللي هو إنسان متشبع بالمديح وبالسماع وبالطرب الأندلسي. الحمد لله على هذا النشاط الثقافي الفني الأدبي الذي أصبحت تهتم به الجمعيات في كل المدن المغربية للاهتمام بالتراث الموسيقي الأندلسي والإشعاع والأمداح النبوية التي أصبحت اليوم تقام في كل المدن المغربية. تأتي هذه الأمسية التي نظمتها جمعية أريج الوصال في إطار المحافظة على التراث المغربي باعتباره رافدا من روافد الثقافة والفن المغربي. هذا الحفل كل سنة اللي كنخلدوه في نهاية كل سنة دراسية اللي كيعلموا الأخوات الكورال فن المديح والسماع والأندلسي. تنظيم هذه الأمسية تخليدا للذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، وفي إطار الاحتفالات المخلدة لهذا الحدث السعيد. وبالمركب الثقافي والاجتماعي تابريكت بيسلا انطلقت فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي لأطفال السلام، وذلك احتفالا بعيد العرش المجيد. المهرجان يعرف مشاركة وفود من مختلف القارات ويسعى لتعزيز روح التعايش والتبادل الثقافي بين أطفال قادمين من حضارات مختلفة. التفاصيل مع أبو جمعة الحفاوي وعبد الفتاح زوين. تنطلق هذه الدورة تحت الرعاية الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالة مريم، وتستضيف وفودا من 25 دولة، كما ستساهم في تعزيز روح التعايش والتبادل الثقافي ونشر ثقافة السلام بين الأطفال من مختلف أنحاء العالم. الجديد هذه السنة هو انعقاد مؤتمر سلام لتعيين سفراء السلام للمهرجان الذين سيعملون على نشر ثقافة السلم والسلام، كما أن عدة أنشطة تركزت على المدينة العتيقة في إطار المشروع الملكي الذي عرفت سلا والتهيئ التي عرفته. استضافتنا واستضافة هذا المهرجان، وإن شاء الله الإمارات ستشارك في هذا المحفل بفقرة جديدة تمثل تراث الإمارات وزي الإمارات الأصيل، وإن شاء الله نكون قد وفقنا في هذا المهرجان بفضل من رب العالمين على أن نكون نحن سفراء وأطفال العالم سفراء السلام.
وتسلط الدور الضوء على تراثنا الثقافي المغربي الغني، وكذا تعريف الأطفال من الوفود الأجنبي على هذا التراث من خلال العروض الموسيقية والكوريغرافية التي تعكس تنوع التراث المغربي الأصيل، كما تستضيف دولة الكوت ديفوار كضيف شرف. أستغل الفرصة لتوجيه التحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونحضر اليوم في هذا المهرجان من أجل تقديم الدعم للأطفال في عدة مجالات تهم مخاطر الحروب والتحولات المناخية. وكما هو معهود في السنوات السابقة، ستشهد الدورة هذا العام إلقاء نداء السلام من قلب البرلمان المغربي بلغات متعددة، مبادرة رمزية تؤكد التزام المهرجان الراسخ بنشر ثقافة السلام والتعايش ونبذ العنف. احتضن نادي الراسينغ الجامعي بالموازاة مع الدورية الدولي للتنس للعبات المحترفات تظاهرة خاصة بالممارسين الصغار، تظاهرة تهدف إلى حث هذه المواهب على التألق مستقبلا في مسارهم الرياضي. أمين هناوي وسفيان إبراهيمي. بنادي الراسينغ الجامعي للتنس بالدار البيضاء تظاهرة رياضية خاصة بالأطفال الصغار بالموازاة مع احتضان النادي لإحدى أكبر الدوريات الدولية للاعبة التنس المحترفات، تظاهرة تهدف أيضا لإبراز الشغف الكبير بهذه الرياضة والمسار الاحترافي للاعبين قبل وصولهم إلى منصات التتويج بالدوريات الدولية. الهدف هو تقاسم الشغف بهذه الرياضة وإشراك الأطفال الصغار في بعض التقنيات الخاصة بالتنس. أنا سعيدة بالمشاركة والحضور لهذا النادي وأهدف للفوز باللقب. نادي الراسينغ الجامعي للتنس يحرص على تنظيم هذه التظاهرات الخاصة بالممارسين الصغار من أجل حثهم على التألق وتمثيل المغرب بالملتقيات الدولية مستقبلاً. كنحرصوا على تنظيم هاد الكيتزداي ديما ملي كيكون شي دوري ديما نهار الاربعاء في العشيه كنضوا هاد الكيتزداي كيجيو عندنا الوليدات ديالنا وديال الكوك وديال لاكسا باش يشوفوا هاد لي غران جواز وداكشي ويفون فير دي زيشونج دو بوار معاهم وعلى نيفو ديال التنس فين وصل داكشي. بزاف جاو عندنا لي جوغ اليوم باش نعاود التنس، يضم النادي أزيد من 200 ممارس من جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى احتضانه للعديد من البطولات الدولية للتنس، والهدف تطوير المستوى التقني والصعود لمنصات التتويج. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع ليلى أغبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله نزول زخات مطرية عاصفية مصحوبة ببراد وذلك بالريف وكذلك بالأطلس المتوسط، قد تصل للشمال الغربي وكذلك للواجهة المتوسطية وكذلك للشمال الشرقي، هذا مع نزول كذلك زخات مطرية محتملة بالأطلس بالسهول الغربية المجاورة له وبهضاب الفوسفات والماس مع بعض القطرات المطرية بالسواحل المتواجدة ما بين تيزنيت وطرفايا وتكون ضباب بالواجهة المتوسطية وبالسهول الأطلسية الوسطى. درجات الحرارة ستعادل 37 درجة بوجدة، 31 درجة بالحسيمة، 30 درجة بطنجة، 27 درجة بمدينة الرباط وكذلك بأكادير و28 درجة بالكويرة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبوغاز قليل الهيجان إلى هائج، وباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج كذلك بعلو سيصل إلى مترين. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاتو الأخبار. ختاما مشاهدينا هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. المملكة المغربية في خدمة القضية الفلسطينية والتزام موصول لجلالة الملك رئيس لجنة القدس بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتضامن الفاعل مع الفلسطينيين. وبمشاركة دولية وازنة وحضور جماهيري غفير، الملتقى الدولي الأول للموسيقى العسكرية، احتفاليات استعراضية بعدد من مدن المملكة بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.